مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الدورة 40 باسم الفنانة نيليلي. نانا نيلي، قبل ما نقول أي حاجة هسأل سؤال وانت بقول مين ما بيحبش نيلي؟ مفيش حد خالص طبعا نجمة الجميلة نيلي، من وهي طفلة ولما كبرت وممثلة وبتمثل فوازير كمان واستعراض. طبعا نيلي تجربة فريدة في تاريخ السينما المصري، بنرحب بيها كلنا الفنانة الجميلة نيلي. نقدر نقول بقى ايه الناقد الكبير استاذ امير اباظة رئيس المهرجان، النجم الكبير اللي مشرفنا استاذ سمير فرج مدير التصوير ومدير المهرجان كمان. اهلا. في البداية لازم نسمع كلمة الأول من أستاذ أمير أباظة، ليه اختار نيلي نجمة الدورة؟ وطبعا السؤال ممكن يكون ساذج يعني، ولكن التفكير دي إمتى وإزاي وحصل؟ مساء الخير، كل سنة وأنتم طيبين. والحقيقة السؤال ده بسجله بقالي 11 سنة أو 12 سنة، من يوم ما فكرت فكرة إن الدورة تحمل اسم نجم. ليه يسرى، لحسين فهمي، ليه مش عارف لنادية لطفي، يعني ليه يعني اي فنان بنعمل الدور باسم لازم يجيب السؤال ده ليه، مع انه الاختيار الشخصيه للدوره مش محتاج ليه، السبب بسيط انك انت لازم تجيب رمز، لازم تجيب ايقونه، لازم تجيب حد ساب بصمه حقيقيه بفن، فبالتالي وكل الناس عارفين البصمه وشايفينها وعايشينها، بس هو السؤال يمكن انت عندك حاجه مخبيها يعني، وانا ما عنديش حاجه مخبيها خالص يعني. انا معاك الخط هتفتشني. المهم فالحقيقه السؤال انا دايما شايف انه ملوش محل رغم اني بجاوب عليه كل مره برضه، وبقول كلام ملوش محل يعني، المساله في بعضها كده السؤال ملوش لازمه والاجابه ملهاش لازمه، بس احنا بنحب نيلي فهنتكلم عن نيلي. نيلي اللي شفناها طفله، شفناها في الصيبة، شفناها لما كبرت شويه، شفناها وهي بتعمل كل حاجه، شفناها وهي بتقدم طبعا يعني شفناها وهي بتقدم الاستعراض، شفناها بتقدم دراما التراجيدي، بتقدم مشاكل الشباب في عدد من الرسول، قدمت حاجات كتير. انا في فيلم انا فاكره في الكلوب مش فاكرينه اسمه شباب في عصر، فاكره سعد صادق، طيب سعد وهبه. الفيلم ده كان معاكي نور الشريف وكان معاكي الاستاذ محمود المليجي، والفيلم بيناقش قضيه جدا مهمه جدا من قضايا الشباب، اللي هي لما كانت بتحب زميلها في الشغل وله قريبه ضابط في الاداب، فالضابط تطوع وقال له انا هسالك عليها، وهنا كانت الدراما الكبرى اللي حصلت في الفيلم، انه بوليس الاداب بيسال عليها، فبعد ما كان الكل بيطاردها والكل يعني في الشغل كلهم بيطاردوها وكلهم بيحبوها وحاجات كده، ففجاه طلعت الاشاعه اللي بيكرهوا طلعوا اشاعه انها عندها مشكله يعني شخصيه وكده، فاتنقلت يعني راحت الصعيد طردتها الاشاعه في الصعيد. قصدي اقول ان الاشاعات اللي ممكن تطارد اي حد محترم وشريف في اي مجتمع ممكن فعلا تدمر حياه وتدمر بيت وتؤدي لكوارث كثيره. دي نيلي، غير واحده ثانيه غير نيلي اللي قدمت الاستعراض واللي قدمت الخطبه زي ما شفنا دلوقتي واللي قدمت الفوازير على مدار سنوات طويله، اللي ضحكتنا وابكتنا وحبيناها وحسينا بيها وعشنا معاها، واحنا النهارده بنحتفي بيها لان هي تستحق الاحتفال، تستحق ان احنا نقول لها شكرا يا نيلي. شكرا ليك انت. الندوه عايزه تاخد شكل كده مختلف، انا شخصيا عايز اسمع شهادات. يعني عايز الاستاذ سمير فرج يقول لنا هو اشتغل مع نيلي وعمل لها صور لها افلام، عايز اعرف منه. ربنا يكرمك. يلا هم الناس مش عارف مالهم النهارده. يلا حبيبي اتفضل. ايوه يلا يلا انت معاك انت معاك مايك، يلا اتكلم انت يا استاذ سمير اتفضل. كان اول لقاء لينا كان فيلم تحياتي للاستاذ وكانت عامله دور البنوته التلميذه الشيعيه يعني، ف دي كانت البداية. بعدها عملنا فيلم نظر السيلة وعمل شغل جميل وكان الغول. هذه الكلمات
كان برضو أول نجومية يعني أول بطولة دايت، وكان معاه أجمل نجمة في مصر، عارفينها مين؟ نيلي طبعا. لا أنا هسألك سؤال، اي فنانه بتيجي قدام الكاميرا عايزه تتصور من الجنب ده، لا من الجنب ده، عايزه تتصور مش عارف عامل ايه، نيلي بقى نيلي بقى كانت بتغلبك في التصوير، كان لها طلبات خاصه ليها حاجه كده يعني خالص؟ اه هي كل اللي همها تعمل دورها في الاتقان، تندمج في الشخصيه، تعيش الشخصيه وتبقى حقيقيه مش تمثيل، فكانت بداعة في كل ده. عملنا نجوم، كانت عاملة دور بنت فريد شوقي مش عايز يعترف بيها وحاجات كده، انما بيزقها عشان تبقى نجمة وعملها مذيعة وعملها حاجات كده، وبيلتقي مع عادل امام وبيحبها وبيبتدي فيقول لها ده مين؟ لما اكتشف ان ابوها قرر انه يقتله وقتله في اخر الفيلم، كانت دي القفلة بتاع الفيلم، ازاي بنتك وما تقولهاش يعني ما تديهاش اسمك يعني، فكانت تركيبه جميله جدا. كانت عامله كمان معايا حاجه ثانيه من الحاجات الجميله، بس الفيلم ده كان شفتها لاول مره قد ايه بتحب شغلها، كانوا الابطال اللي معاها سعيد صالح وسمير غانم وكان ابراهيم سعفان. طبعا انا عايز اقول مبسوط انا مفيش حد بيضحكني في السينما غير ابراهيم سعفان يعني الصناعه دي، فكانوا كل دول موجودين وابتدوا يتدخلوا في الاداء، فجأة لقيت أصوات وخناقة بره، فطلعت لقيتها هي خلاص هاتوا حد غيري أنا مش هكمل وحاجات كده، لأنها كانوا يعني هم عايزين يعملوا بتاعت كوميدي على طول وهي بتمثل، هي ممثلة فاكرة ده؟ بلاش السؤال ده. طلعت فيهم طبعا وقالت لهم شوفوا عايزين تجيبوا مين، انا همشي يعني، تدخلت انا والمنتج وهدينا الحكايه، بس حجمتهم بقى خليتهم يعرفوا مكانهم فين، مش حكايه انا لطيفه ورقيقه وبتعامل معاكم بسوء، لا لا بس شخصيه هي ملاك بس تعدى عليها في شغلها، تبقى حد تاني، هو ده سر النجاح طبعا. فهي يعني مهما قلت عن نيلي فهي من اجمل الناس اللي بيمثلوا، غير الثراء في انها عملت استعراضات في رمضان فتره طويله، الفوازير بتاعت رمضان متهيألي بعد ما خلصت هي عملوا كام حاجه من اليوم حاجه في سبيل ما لقاش القبول خالص، يعني تاريخ مشابه، اداء مشابه، شخصيه رقيقه، شخصيه بتحب شغلها فعلا وتستميت عشان تنجح، هي دي نيل اللي انا بحبها قوي. ده مش الواحد يعني في الفوازير كانت بتعمل يعني اعمال غريبه جدا، ايه الغرابه هنا؟ انه لما كان الفوازير بتتعمل في وقت ضيق يعني رمضان خلاص بنكتشف فجاه ان احنا عندنا رمضان فلازم نعمل فوازير، ورمضان ما ينفعش الصيام فيه من غير نيلي يا استاذ عمرو، حرام عليك يعني. فكانت نرجع للندوه، فكانت نيلي وايام الاستاذ فهمي عبد الحميد الله يرحمه، فنيلي كانت بتعمل اقامه كامله في استوديو 5 خلال تصوير الفوازير، يعني عاملين لها اوضه بتنام فيها ساعتين عشان تقوم تصور شوط وترجع تنام تاني حاجه كده،
يعني كان جهد يعني بدني وذهني وانساني عشان احنا نتفرج على الفوازير ونبتسم ونفرح ونعيش معاها احلام. الحقيقه اللي انا عشان اعمل الدوره دي فعلا انا اتعذبت عشان الدوره تشيل اسم نيلي. انا تعرضت لحاجات كتير قوي. اولا بعت لها فما ردتش وكلمت حد كلمها فاعتذرت. ما كانتش عايزه فعلا، مش لانها مش عايزه تشوف الناس او لانها بعيده عن الناس، لا هي يعني هي خلاص تشبعت باللي عملته فهي عايزه تعيش مع نفسها وتعيش حياتها. فلدرجه في الاخر سمير فقيه هو اللي الحقيقه اقتحم من الحياه وراح لعمرو حجازي، ويعني كانت حكايه جامده قوي عشان اقعد مع نيلي نص ساعه وبعدين تقول لي طب انت عايز مني ايه؟ ده اللي حصل بجد، مش ببالغ. نيلي تستحق المعاناه، تستحق انك تعاني من اجل انك انت توصل لها وانها تكون في اللحظه اللي احنا عايشينها دي. دي لحظه من امتع لحظات المهرجان في السنوات اللي انا عايز اقول ان انا حضرت المهرجان ده من 88 الدوره الخامسه، واحنا في يعني 35 دوره كتير قوي صح؟ كفايه. لا مش هو السؤال كان ايه؟ من غير ما تعيد اللي قلت لي كنت زعلانه مع محمود، زعلانه مع محمود هو طبعا محمود ياسين كان قال يعني عموما ان نيلي الوش البريء الطيب تعمل شريرة ازاي يعني، ما ينفعش تعمل شريرة. فانا عملت بطريقة مختلفة خالص، يعني مش قشرت ورفعت حواجبي فوق وبتاع، مفيش كده خالص، طيبة قوي وهادية قوي ومكان عملته بطريقتي. فكان تفكيري صح. اسم الله عليا. اسم الله عليك. غنيها معاك. كلنا هنغنيها. هنغنيها مع بعض. ما انت لو غنيتها هتبوظ الحكايه. وحش وحش. ما هتغنيها معايا. عشان يعمل نشاز. عشان يعمل نشاز. انت عملتي ده. خلاص انا بعد كده. ابتدي امشي هي حتى. غنيها انا. انها نيلي ما تفسدش. يعني انا فاكر فيلم تلفزيوني انا وانت وسعد الصافي. حلو. الفيلم ده ساعتين انت قاعد عايش قصه حب وقصه احساس، بنسترجع ذكريات، بنعيش حاجات يعني ممكن نكون نسيناها بس احنا بنرجع نعيشها مع الفيلم. فنيلي نجحت ونجح، وطبعا القرارين معاه نجحوا في انهم يقدموا حاجه جميله قوي. مساء الخير. قلنا بقى يعني علاقتك بنيلي ايه؟ شفتيها ازاي؟ حسيتيها امتى وايه؟ وفي الاعمال اللي حسيتيها فيها؟ بداية مساء الخير للجميع. يعني زي ما قالت وانا سامعه كل كلمه كانت بتقولها الاخت هنا من العراق، ويعني عايزه اقول وهتكلم مصري برضه انه فعلا يعني انت تركتي بصمه في كل الاعمال اللي قدمتيها. ولما بنقول العراق وفلسطين ودول عربية كنا نشوف هذه النافذة، يعني صورتك وضحكتك وصوتك واسمك بحد ذاته يعني خالد، ونشوف الفرح والبهجة وحتى رمضان ذكريات الجمال العيلة الحب اللمة. كنت جزء من الأسرة العربية، كنت جزء من كل أسرة عربية بتحبك وبتشوفك وبتفرح لك وبتحب جمالك وضحكتك. احنا عمرنا ما شفنا نيلي الا وهي فرحانة ومنورة وجميلة، يعني في أجمل من كده؟ لا لا حبيبتي. فاحنا بنحبك قوي وفخورين بك قوي، مبسوطين بجمالك، ونشكر الأستاذ الأمير بجد إنه ادانا الفرصة دي وسمح لنا، يعني حقق لنا الفرصة إنه نشوفك ونكلمك ونشوف جمالك. يعني زي ما قال لما تشوف نيلي في عزومة في غدا هي
بجد الجميل انه انت بتشبهي حالك تشبهي نفسك على الشاشه، يعني الفرح والجمال والشخصيه الجميله اللي على ارض الواقع. انا ما عرفتش انت منين. فلسطيني. الله شكرا. ايه طمع ده؟ لو هتدفع فلوس هتقول 10 اسئله؟ ده احساس كبير قوي وطويل قوي، وكان كل يوم بحس بان انا بقيت احب اللي انا بعمله كل يوم، وبعدين بقت كل ساعه بقت كل لحظه. فطبعا عشت ايام جميله جدا في مصيره، وكل يوم كنت بالرغم ان ما كنتش بنام ولا بلحق اكل ولا بلحق، يعني بنام ربع ساعه واصحى في ال 24 ساعه. كان كل ده على قلبي احلى من العسل، عسل فعلا عسل. يعني امتع لحظات حياتي وانا بصور في وزير رمضان. لا بيقولك يعني شفتي حد تاني عمل فوزير بالشكل اللي انت عملته؟ سمير غانم عمل فوزير، وشريهان عمل فوزير حلو قوي، وبس حلو قوي. بس ما حدش عمل فوزير. انت بتقولي لي وبس يعني انت بس انا خصي شربي قالت لي وبس انا حبس. هو الحقيقه كنت الفوزير لا دي وقع الوحده نجي. بس عشان نعرف ايه السبب ان احنا بنقول نجي، التلفزيون من يوم ما ابتدى من سنه 60 لسنه 70 كان بيقدموا الفوازير ثلاثي اجواء المسرح. وبعدين لما الضيف احمد الله يرحمه توفى قعد حوالي 5 سنين أو 6 سنين ما حدش بيقدم الفوازير، لحد ما جه الحاج فهمي عبد الحميد الله يرحمه والفنانه الجميله نجي، ابتدوا يعملوا الفوازير في الوقت ده. ومع نهاية السبعينات ابتدى الألوان تدخل التلفزيون، فحصل نقلة غير طبيعية. وطبعا استعانوا كمان في فترة من فترات الأستاذ صلاح جاهين الله يرحمه، ده لوحده كان يعني قمة. فاتعمل الفوازير يعني قعدت حوالي 6 أو 7 سنين. البصمة الأساسية للفوازير نيلي، كنا نفطر كده في رمضان ونقوم نقف قدام التلفزيون مستنيين بس المقدمه اللي كانت تبقى طويله شويه وجميله بالنسبه لنا، فكانت نيلي هي الايقونه. عشان كده جه بعدها طبعا الفنان سمير غانم عمل فطوطه كان جميل، وجات الفنانه شريهان وعملت حاجات جميله جدا، ولكن تبقى نيلي هي البدايه والاساس. عشان كده كنت معقب بس على موضوع الفوازير، ليه لما بنقول نيلي بنقول أو بنقول فوزير بنقول نيلي؟ لأن هي دي البصمة الأساسية والأكبر المتتالية مع الحاج فهمي الله يرحمه. الحقيقة الأستاذ أحمد عمل استفراد جميل، حسيت إن أنا قاعد جنب عبد الله أحمد عبد الله وبيحكي على قهوة متاتيا وكاتب وديعة وكاتب صفية حلم وحاجات كده يعني. معلش. أستاذ سيد الشعراوي مسلسل مع محمد عبد الله. أخ. أخ وأخت وعيلة كاملة. طبعا يعني انا اول ما قالوا لي هشتغل قدام عبد الوهاب طبعا، وكمان كنت صغيره قوي يعني. بس مع يعني احساسي ان انا يعني فيا خوف برضه وكده، لكن مع اول كلمه قلتها نسيت وبقيت فاكره بس اللي انا بقوله، لاني ما اقدرش افضل فاكره الاحساس اللي جوايا ده. بس طبعا كانت تجربه رائعه جدا جدا، وكان انسان عظيم جدا وكلامه كان حلو قوي قوي. وكان لما يقول لي هما بقى ورا الازاز الكبير قوي، احنا قاعدين في الاستوديو كله كرسيين جنب بعض كده زي الغلابه قاعدين
شاوروا لنا بقى من الاداب البعيده هيقول لي ايه لما شاوروا لنا المزيد علشان بما لا انت كانت عايزه تعرف مين دي وما كانوا سامعينهم مش عايزين يقولوا لي قعدوا كام يوم ما يقولوش اسمي الاستاذ علوان الله يرحمه محمد علوان كل مصر مين دي في ناس افتكرت سعاد حسني بس بعد كام يوم بقى راح قايل نيلي بس طيب. دي قصه احنا اتكلمنا مع محمد علوان مين المطرب اللي انت او المطربه اللي انت بتحبي تسمعيها وتندري معاها وتحسي معاها طبعا اولا ليلى مراد هي قريبه منك قوي على فكره والله في الاحساس مش حاجه ثانيه في الاحساس مش حاجه ثانيه مش في الارض لا و احنا قلنا وشاديه طبعا ليلى مراد لا احنا عندنا مطربات كان عندنا حقيقي يعني ويا رب يبقى عندنا تاني وتالت ورابع ان شاء الله. ايه حكايه بص انا شفتك فيديو على اليوتيوب بتقري الفنجان مع عبد الحليم كنت بتقري الفنجان بجد ولا بتقري بتهزر؟ كنت بهزر هزار فظيع. بهزر وما اعرف على الفنجان. ليلي. نعم. اتفضل. ايام كده مع نيلي يا استاذ سمير يعمل انت معانا وما يمدش ايده كمان وعملت اول مسرحيه غنائيه بتاعت من الناس تخش لحد ما تطلع مفيش جمله واحده تتقال غير كله غنى اللي هو جلال طبعا للاسف ما تصورتش للاسف محمد نور كان معاها ايمان البحر درويش عملت يعني هي ما عادتش كتير يعني حصلت مشاكل وقفت بس ما هو ده اللي عايز اسمعك يعني قولي رايك في العمل ده لا هو عمل كان متكامل من كل ناحيه وسبق عصره كان سابق عصر وكان شيء مشارك قوي ان انا كان فرصه فعلا نرجع المسرح الغنائي بجد بقى من خلال عرض زي ده وبشكل محترم جدا لا جابوا اجهزه وكان في تجهيزات جامده للعرض وقعدوا فتره طويله بروفات وبعدين العرض ما استمرش كتير عشان الخلافات اللي حصلت فيه انت تعرف حاجه عن المسرحيه دي؟ اعرفها الحمد لله لحظه لا ب 20 سنة مش هكمل فترة يعني ليه توقفتي فجأة؟ أنا ما قلتش كده بشكل قاطع زي ما أنت قلت كده أنا لقيت نفسي بعتذر وبقول معلش يمكن مرة ثانية يعني الحكاية ما خدتش موقف هي ممكن يبقى لها علاقة بفكرة إن اللي بتقدم لك مش مقنع مش فاهم يعني ممكن أقول كده بس ايه؟ حضرتك رايك ايه في الموضوع؟ يعني انا كنت معاكي وبعد لقيتكم قاعدين وقلت اقعد معاكم شويه. انا موجوده بنشوفها والاستعراضات بنشوفها ونيلي بقلبها وروحها واحساسها معانا الكلام ممكن يعني لو اتكلمنا عن نيلي ممكن ناخد ايام وليالي فانا يعني بستاذنكم ان احنا فعلا ناجل الكلام في الندوه دي لندوه ثانيه ان شاء الله في دوره جديده برضه تبقى اسم نيلي لانه اسم نيلي ممكن يتحط على كل حاجه تديها البهجه وديها البريد وديها اللمعان والاحساس بالحب شكرا يا نيلي شكرا